قلبي وقلبك الماس ونحب كل الناس صدفي خلق احساس وحدنا رباط الحب من حبنا حسدونا تيفرقونا بس ايدي بايدك شبكوا باحساس قربونا اكتر قلبي وقلبك الماس عمرنا بيت صغير بالحب صار كبير حجره تحول حرير وبشوقنا دفي قلبك الماس ونحب كل الناس قلبي وقلبك الماس صار لك شيء؟ انتبهي على مهلك ايه فهمت عليك ايه ماشي استاذ شكرا لك شكرا كثير لك على هاي الحفله الحلوه على شو عم تشكرني هذا عيد ميلادك ينعاد عليك بالصحه والخير يا مازن شكرا استاذ مازن كل عام وانت بالف خير شكرا باندو كيفك باندو منيحه كل عام وانت بخير كثير منيحه عجبتك التحضيرات مازن أنت طلبت إنه تكون كتير بسيطة وأنا حاولت أعملها مثل ما بدك تعرف أستاذ التحضيرات اللي أنت عاملها حلوة كتير لمساتك كتير واضحة حتى بهي التحضيرات البسيطة باندو مازن بالنسبة إلي هو أحسن وأصدق موظف بالشركة واللي بيميزه إنه حتى بعد ما وصل لقمة النجاح بشغله ما تخلى عن جذوره أبداً وهذا لحاله بيخليه مميز كتير أستاذ أنت هيك عم تخجلني بس يلي بيستاهل المدح نحن بنمدحه صح؟ شوف حالك شكرا أستاذ تعال نشوف باقي التحضيرات يلا كل عام وانت بألف خير أستاذ شكرا لك شكرا ولو؟ كتير انبسط بالحفلة بابا تيجو؟ عيد سعيد بابا بابا أنا كتير آسفة بس أنا ما فيني خليك زعلان مني على طول أنا ما رح أقبل اعتذارك بهالطريقة الناشفة أنا آسف حبيبتي بابا أنا جبت لك شغلة اليوم وبالمناسبة أنا ما اشتريتها من مصروفي يلي بخبيه مثل ما بعمل دائما أنا اشتريتها من شغلي وتعبي مشانك حبيبي معقول هاي بورفي ما بعرف وين اختفت هي ما اتصلت فيني لهلا أنا رح اتصل فيها وشوف ايه بنت خالي بورفي شو وين صرتوا
لقيتوا سيارة ولا لا؟ لا أبداً بوني، هو بصراحة المصلح أخذ السيارة لحتى يصلحها ونحن عم نستنى. شو؟ هلأ حتى عم تخبريني؟ ما كان فيكي تتصلي قبل؟ آسفة بس أنا كنت متوترة. أستاذ تفضل سيارتك جاهزة. منيح منيح، يعني هلأ صار فينا نروح. يلا امشي بورفي. ايه يلا. وهي شكرا. أستاذ شكرا لك. شكرا. يلا نمشي. يلا ليش هيك عم بيصير معي؟ أنا عم طلق جانا لأنه ما له مكان بعائلتي، واليوم عائلتي كلها مجتمعة، بس أنا مالي مرتاح. يا ترى ليش هيك أنا مالي مبسوط؟ في شي ناقصني، بس شو هو؟ شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟ بابا كيف حتى اجيتي؟ هو اللي صار انه بوربي اضطرت تروح على ابونا فجأة لان في عندها شغل، وقالت لي اجي لهون فانا اجيت. كتير منيح انه اجيتي. بابا حذر، شو هاي؟ هي خالتي جانا وانا عايشة معهم. حلو عن جد؟ شرفنا. بابا خالتي جانا لطيفة كتير. تعرف لما أنا أجيت من كندا صابني ملاريا، وخالتي كانت تهتم فيني واعتنت فيني منيح. تحسنت بأربعة أيام وصرت أطلع مشاوير. لو ما كانت موجودة ما بعرف شو كان صار. أنا لما رحت أول مرة على بيتها حسيت هنيك براحة كبيرة، وما حسيت أبداً أني عايشة ببيت حدا غريب. شعور حلو كتير، وفي كتير من الألفة، إحساس حلو كتير. ما فيني أحكي ولا أوصف شي، بس أنا بعرف أنه في شي قوي عم يربطنا. شي غريب، أنتي ليش حسيتي بهذا الشي؟ ما بعرف، بس المهم هلأ أهم شي إنه خالتي جانا بتحبني كتير. بتحبني مثل بنتها، يعني بتعاملني مثل بوربي. مازن أنا محضر لك مفاجأة حتعجبك، بس استنى لحظة أنا رح طفي الضوء. عمي استنى لحظة رح أجي معك، استناني شوي. عمي على الأقل قلي شو المفاجأة. هاي مفاجأة ما بصير أقول شي. على العموم
أنا وعدت حدا ولهيك ما فيني أحكي. هلا بتشوفي. عمي عمي استناني شوي. ليش اجيتي لهون؟ أنا كنت مبسوط كتير إنه تيجي هون معي، بس هلأ أنت خربتي كل فرحتي بجيتك. جانا بتعرفي إني وعدت تيجي مرة، إني ما عاد أكذب عليها لو شو ما صار، بس بسببك أنا اضطريت أكذب عليها مرة تانية. من زمان أنا قلتلك خليكي بعيدة عن بنتي. أنا بعيدة يا مازن، وهالشي أنت هلأ شفته. هي بتقلي خالتي، ويكون بعلمك أنا إجيت بس لحتى عايدك مو مشان شي تاني. ليش؟ بتعرفي إني ما بحب أحتفل. أنا ما فكرت أحتفل بعيد ميلادي أبداً. رضيت إجي لهون كرمال عيلتي تنبسط، مو أكتر من هيك. هنن بدهم يحتفلوا بعيد ميلادي، لهيك وافقت. لو إني ما وافقت كانوا زعلوا مني. بتعرفي هذا الشي صح؟ ليش إجيتي لكن؟ جانا أنا ما بيهمني بشو عم تفكري، ولا بتهمني أمنياتك. مازن، جانا، أنا مبسوط بجيتك لعنا، ولأنك ما خذلتيني أبدا. عن جد شكرا. بنبسط لما بشوفكن أنتوا الاثنين مع بعض. على القليلة أنا قدرت إنه أجمع العائلة كلياتها. أنا حاسس وكأني عم أحضر حفلة وعائلتي كلها موجودة معي هون. أنا ما بحب شوفكن وأنتم مفترقين عن بعضكن أبدا، لأنه هذا الحب اللي بيربط بيناتكن أنتوا الاثنين حب كبير كتير ونادر، وكمان لأنه أنتوا الاثنين كنتوا غالين على قلب أشنا كتير. أنا كل ما أفكر بأشنا بتذكركن، صدقوني. آسف، يمكن كون أنا عم اتدخل بأموركن الشخصية، بس بدي أنصحكن نصيحة قبل ما تاخدوا قرار الطلاق. فكروا كمان مرة. جانا، يا ريت تروحي هلأ. المؤتمر ما بلش، فكرت تأخرنا. ماشي. أهلين سيد أرجون. لو سمحت تفضل. هون؟ إيه. شكراً. أهلاً وسهلاً لك. للجميع، نحن اليوم رح نعرض التصاميم الجديدة تبع شركتنا، فخلونا نشوف. رح نحكي اليوم عظيم. كنتي ممتازة. شكراً أستاذ. أستاذ أرجون ألف مبروك. شكراً. المشروع صار إلكم. شكراً شكراً كتير إلك. شكراً. أنا معجب كتير بالعرض تبعك، كان عن جد عرض مميز. ولو؟ طبعاً هذا شرف كبير إلنا، وأكيد بكرة رح نوقع الورق.
اي اكيد بكره الصبح. ايه صح، ونحن كمان عاملين حفله كبيره. ماشي، نتمنى انه انت والفريق تبعك تحضروا حفلتنا. طبعا اكيد نحن رح نحضر الحفله. نتشرف، رح نلتقي. شكرا لك. ماشي. مرحبا بابا. كل عام وانت بخير. أوفي، انا كثير اسفه لاني ما قدرت انه اكون معكم بهيك يوم حلو. بتمنى لو انا كنت معكم او انتم كنتوا معي هون. بس لا تزعل بابا، بهالمناسبة أنا جبت لك شغلة مهمة وخاصة كتير، جاتو عيد ميلادك، ورح أقطعه هلأ مشان أحتفل بعيد ميلادك هون. كنت حابة إنه أقدم لك شيء مميز وحلو وخاص، بس ما قدرت لاقي أي شيء ممكن يعبر لك عن اللي أنا حاسة فيه. ما لقيت شيء أقدر أهديك يا، لأن اللي قدمت لي يا أغلى من الدنيا كلها. شكرا على كل شيء بابا، انت مو بس بابا، انت كل شيء. وكمان كل عام وانت بألف خير مره تانية. ماشي، يلا خلينا نقطع الجاتو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل. عيد ميلاد سعيد بابا. خليلي اياك يا بنتي. وهلأ بشوفك بابا وسلم على الكل. مع السلامة. حلو هالفستان، حلو. لما الأستاذ يشوفني بهالفستان بكرة رح يطير عقله فيني لشوف شو سعره. 3000 مو مشكلة بوني، مشان نربح الشغلات الكبيرة منضطر نقدم تضحيات صغيرة. واليوم هو يومك، لازم تلفتي نظر الأستاذ أرجون، وما رح تلاقي طريقة أحسن من هي. اليوم لازم تضل عيون الأستاذ أرجون عليكي مو على حدا تاني. شو بورفي؟ لساتك هون؟ ايه، هو أنا كنت عم شوف شوية شغلات بدي أخد هدية، بس أنا ما معارف اختار. أيوة، لقيتي شي؟ ايه أنا لقيت كم شغلة، بس لهلأ محتارة شو بدي اختار. ايه شوفي شو بدك وأنا رايحة على قسم المجوهرة. بورفي، شو عجبك شي؟ هو أنا قررت أخذ شي من هون، بس لسه محتارة إنه أخذ جرافي أو جزدان. ليكي، هو يعني الجرافي شغلة فيها خصوصية، لهيك جزدان؟ ماشي، هو بصراحة كنت عم فكر مثلك. تمام، لكن جزدان. إيه؟ أنا رح ساعدك، بس كأنه أنت ما اشتريتي لحالك شي؟ اشتري لحالي؟ شو بدي اشتري لحالي من هون؟ ايه صح، طيب ماشي. بورفي، بس امسكي هاد
نسيت شغلة، هلأ برجع. إيه؟ أستاذ كيف فيني ساعدك؟ بصراحة أنا بدي ساري مرتب كتير، قصدي يكون مرتب وحلو. أكيد. في عندكم؟ طبعا موجودين هون أستاذ. أيوة. طيب أنا بدي هذا الساري. بوني؟ رح تلبسي هذا الفستان؟ إيه؟ ليش وين المشكلة؟ تعرفي الكل بيلبسوا هيك فساتين بالحفلات الرسمية. لا تزودي يا بورفي، تعرفي شو؟ براشانت هداني هذا الفستان، وإذا ما لبسته أكيد رح يزعل، صح؟ ما فيني ألبس هذا الفستان قدام أبي وأمي بمومباي، لهيك لبسته هلأ. طيب ماشي. وكمان لا تنسي بهيك حفلات في أغنياء كتير، ولازم كون مرتبة قدامه. إيه صح، بصراحة أنا كتير مبسوطة لأنه أنتي مهتمة برأي خطيبك وزعله لهالدرجة. بلشتوا تقربوا من بعضكم منيح، وفي هدايا بالنص؟ ايه صحيح بورفي، منيح اللي تذكرت هلأ، في شغلة ضرورية أنا لازم روح جيبها. خلصي بسرعة وبشوفك بالحفلة. ماشي؟ ماشي. بصراحة هذا هدية. هدية؟ بس أنا كتير آسفة، أنا ما بلبس هيك فساتين. لا 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 لا، اهدي، هو هذا ما أنا فستان قصير أبدا، أنا قصدي أقول إنه بعرف ذوقك شو هو، وفي شغلة، أنت رجعتي الهدايا تبعي قبل هالمرة، وأنا ما حكيت معك أبداً أي شيء بوقتها، لأنه كان في عندك سبب مقنع، بس هلأ ما عندك سبب لحتى ما تقبلي هديتي، صح؟ وفوق هاد أنت موظفة مهمة، وكمان أنت شغلك حلو، بالمؤتمر كان عرضك مميز، ما أخدي الهدية، هذا أمر، خديه. شكراً أستاذ. عفواً. أنا هلأ ناطرة الأستاذ أرجو، أول ما يشوفني بهذا الفستان رح يطير عقله على الآخر. سيد أرجون، خليني أشوف لأمتى رح تضل عم تهرب مني.
أنا متأكدة اليوم أنت رح تجي وتطلب مني أرقص معك. بوني؟ أنتي ليش هيك لابسة؟ ما بتعرفي إنه هي حفلة رسمية وما بدها هالساري هاد؟ أختي، إيه أنا بعرف، بس شو بدي أعمل لأنه اضطريت ألبسه. اضطريتي؟ ليش؟ عفواً بوني، بتحبي ترقصي معي؟ لا، شوف، بورفي رح ترقص. لا بنت خالي، أنا ما بعرف أرقص أبداً. بورفي، هن عملوا هيك حفلة حلوة مشاننا نحن، يلا روحي ارقصي شوي. طيب بنت خالي، نسيت تليفوني فوق وأنا رايحة أجيبه. إيه زين، شوفك شارما. طالعة حلوة اليوم كمان، شكراً لأنك لبستي. العفو أستاذ. سيد أرجون، وليش ما بترقص مع الأنسة دي شموخ؟ لا يلا تفضل، لو سمحت نحن عملنا هاي الحفلة على شرفك. طيب تفضلوا. يلا تفضلي. بورفي، أنا بعرف إنك مستغربة وخجلانة، بس كلها 5 دقايق لأنه ما حلوة نرفض طلب الزبون. تعرفي كنت بدي أقول تقديمنا كان كتير حلو. ايه، وكمان الزباين عجبتهم وحبوها. صح، ولا تنسي انتي اشتغلتي كتير منيح، انا فخور فيكي.
اللي يا ترى في شي على وشي؟ لا 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 بس ولا شي ولا شي. أنا آسف بصراحة، أنا يعني ما بعرف إنه أرقص هيك نوع من الرقص ولا جربته. بصراحة أنا ما بعرف أرقص كمان، يعني أنا مو مرتاحة بالرقص هيك، ما بحب أبداً هيك نوع من الرقص. حتى أنا كمان مو كتير مرتاح. على كلهم بالحفلات الرسمية بيكون الرقص دايماً والموسيقى يعني شوي مصطنعين، وأنا ما بحب الاصطناع هذا وما بحب التمثيل أبداً. معقول؟ أنت ما بتحب الأفلام؟ لا أنا ما بحب التمثيل، وأنا حضران شي كم فيلم بس عادي يعني هيك. معقول بس هيك؟ كم فيلم حضرت أنت؟ بصراحة ما صار لي فرصة بطفولتي أنا دايماً كنت أدرس، وبعدين انشغلت باجتماعات الشركة وهيك ما صح لي أبداً. إيه تعرف أنا عكسك تماماً. أنا دائماً كنت روح أحضر كل الأفلام فيلم الأسبوع مع أهلي. أمي بتحب تحضر هالأفلام، أنا ما روحت على حالي ولا فيلم من صغري. عن جد؟ إيه شي حلو، يعني بهالموضوع هاد أنتي بتكوني المديرة. شو كان أسماء الأفلام اللي حضرتهم؟ أسماء. طيب خليني أحزر أنا. امرأة بلا حب، أمي في الهند، أو المصارع صح؟ لا لا لا، اسمهم الفتاة الجميلة والبطل الأول وهيك يعني. طيب أستاذ، عن شو هدول الأفلام؟ أفلام قتال، يعني قصدي إنه طباخ تبعي بيحب كتير يحضر أفلام القتال، لهيك كنت أحضر معه دايماً. بصراحة أنا حضرت كم مرة، لا حضرتهم كلهم، لا حضرت كتير. يا سيد أرجون ألف مبروك. شكراً كثير، رح نكون كتير مبسوطين بالشغل معك. شكراً. وأنا لازم أقول لك عندك فريق كتير شاطر. وهلأ بورفي تعي. بعرفك على الأنسة بورفي دي شموخ. إيه أنا بعرفها. يا أنسة أنت قدمتي محاضرة رائعة، كانت كتير حلوة وكمان كتير مفيدة. شكراً أستاذ. ماشي، انبسطوا بالحفلة. أكيد بالإذن. شكراً. وهلأ مبروك إلنا كلنا، ليش واقفين؟ روحوا انبسطوا، يلا 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 يلا. ألف مبروك. أنت خليكي معي، وقبل ما أنسى لسه في شوية زباين كمان لازم أني أعرفك عليهم. أستاذ بتعرف شو؟ أنا بصراحة هون ما بكون مرتاحة كتير، وبتعرف هيك حفلات رسمية ماني قدها، لأني أنا شوي بتلبك. تتلبكي؟ طيب بس ملاحظة بورفي، لما حدا يمدح شغلك بهالطريقة يعني أنت منيحة صح؟ لهيك بدل ما تتلبكي لازم توثقي بنفسك، المرة الجاية لما حدا يجي ويمدح بشغلك هالقد عادي خديها بإيجابية. ماشي؟ ماشي. وكمان شغلة، تعرفي شو أحسن صفة مميزة فيكي؟ إنك بسيطة، بساطتك حلوة، لهيك افتخري فيها، وانتي اشتغلتي حلو لهيك مبروك إليك. شكرا. اسمعي لقلك، جيبي لي ملف البحث تبع السوق اللي عملتيه رجاءا بسرعة. ماني بورفي، بوني معك.
بورفي بالحمام. أنا آسف. ماشي، اسمعي لقلك، أول ما تطلع قليلة تحكي معي ماشي؟ أستاذ، إذا الشغلة مستعجلة كتير أنا بجيب الملف. طيب اسمعي لقلك، هالملف أكيد بيكون بشنطة بورفي، وإذا ما لقيتي بشنطة بورفي اسألي الأستاذ شارما، أكيد بيكون معه ماشي؟ ماشي أستاذ. شكرا. لازم أنجح وما رح أستسلم بسهولة، وأكيد رح فوز بقلب الأستاذ أرجون. بورفي، بورفي اسمعيني، في مشكلة كبيرة كتير واقع فيها أنا هلا. بورفي الحاسوب انتزع. شو؟ ما بعرف بورفي كيف صار هيك. أنا كنت عم اشتغل وفجأة وبسرعة انتزع الحاسوب. أنا راحوا كل ملفاتي ومشان المحاضرة تبع بكرة، أنا مو عارفان شو بدي أعمل. طيب اهدى أستاذ اهدى، أنت لا تخاف أبدا، أنا خليت نسخة عندي. بعرف معك نسخة، بس هي كان عليها كل شغلي وكمان ملاحظاتي. ما بعرف، يمكن لازم أعيد كل شيء من أول وجديد، القصة كتير طويلة. إيه أستاذ، أنت لا تخاف أبداً، أنا رح أجي فوراً. طيب اسمعيني منيح لقلك، لا تنسي تجيبي الملف اللي قلت لك تجيبي. ملف؟ بس أنو ملف أستاذ؟ أنا اتصلت فيكي وردت بوني وعلى موبايلك وطلبت ملف البحث تبع السوق، رجاءً جيبي. آه بجوز بوني نسيت تقلي إنه حكيت. مو مشكلة أستاذ، رح جيب الملف. شكرا. بورفي فوتي فوتي، تعي تعي. ايه لا يا ربي، رجعت تأخرت. هاي بورفي ما بتترك ولا فرصة واحدة لتلفت انتباه الأستاذ أرجون. منيحي اللي انت جبتي معك النسخة الاحتياطية، كنا تبهدلنا. هالشغل رح ياخد منا كل الليلة، رح نتأخر كتير. مو مشكلة، أنا بسجل، أنت هات عنك وأنا رح سجل فوراً لأني كتير ماشي سريعة. ماشي بلشي، يلا خدي. إمتى رح يجوا البقية؟ البقية؟ أنو بقية؟ يلا أعطيني الألام. شكراً، هاتي. أستاذ رح نشتغل طول الليل؟ بعرف بورفي نحن لازم نشتغل كل ليلة وفي كتير شغل، بس أنا وياكي منكفي. يلا يلا خلينا نكفي شغل بسرعة. الجلسة ومجلس المدراء. ماشي، أول مستند عندي جاهز، ملفات الطلب، وهلأ بدنا نشرب شاي. تشربي شاي؟ أكيد بدك. لحظة رح أطلب شاي. لو سمحت بعتولنا كاستين شاي 110. شكرا. وهلأ رح نكمل العرض الثاني. مظبوط، بس دقيقة. تفضل. شكرا. عفو. شو وين كنا؟ بس دقيقة. استاذ بدك تطلب وجبة أكل مع الشاي كمان؟ لا شكرا، إذا بدنا شيء نحن رح نتصل ونطلبه. ماشي؟ ماشي، أنا آسف. شكرا.
منكمل. عدم الإزعاج؟ ليش الورقة محطوطة هون؟ الماس